نعود للكباتن بعد ما نعود للاتصال. كابتن هشام قافش انت يا هشام. لا بالعكس، انا يعني الاسبوع ده انا لازم ارفع القبعه للاثنين مدربين، يعني عبد الحميد بسيوني وكابتن عماد النحاس، على ادائهم وعلى ثقتهم في اللعيبه اللي معاهم وعلى نوعيه اللعيبه وعلى تحويل الـ 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 المسار، مش المسار اللي هو يعني مثلا فريق حرس الحدود النهارده الناس كلها عارفه ومتاكده ان هو خلاص بيهبط للدرجه الثانيه، لكن لا، في امل وفي طموح ان هو يحاول. لسه في 12 اسبوع عنده امل فريق حرس الحدود ان هو يبقى موجود، كان بينقصه بس اللي هو ان يجيب هدف او يكسب مباراه، فدي فرقت معاهم. فكان لازم ارفع قبعه لعبد الحميد بسيوني، واحد اشتغل بجهد، وقبليه احمد ايوب وهو اشتغل من بدايه الموسم، فبالتالي كان عنده ثقه في لعيبته امبارح وما تاثرش باي حاجه. عارف ان المصري فريق كبير وفريق محترم، لكن هو عمل عكس ده خالص. كابتن عماد النحاس نفس القصه النهارده، من اول 10 دقائق فعلا كابتن اكرام احنا قاعدين بنتفرج، كابتن حازم وانت كنت قاعد معانا بتفرج، لا تحس ان اسوان في البدايه كان مفيش يأس وبيشتغل، يعني اول 10 دقايق بس راحت منهم شويه، لكن عمل كل حاجه في المباراه. كابتن عماد النحاس النهارده تغييراته، رجعنا على التليفون تاني كابتن عماد النحاس لو تحب توجه له اي حاجه. لا انا يعني انا عايز اقول بس كابتن عماد، انا فعلا برفع لك القبعه النهارده لان فعلا اداء راقي. بنستنى مباراه اسوان فعلا زي ما انت قلت، وكابتن كرامي تحديدا كمان يعني مش قادر اقول لك يعني بيحب فريق اسوان ازاي، يعني الفرحه لو انت لو شفت كابتن كرامي وهو بيفرح بالهدف الثاني، يعني مش عايزين نزعل كابتن طلعت، لا مش بنزعل كابتن، يعني هو كان فرحان لان اهل الصعيد دول حاجه بالنسبه لنا كبيره قوي، فاكيد بنفعلك القبعه كابتن عماد.